السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا ونقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد، قناة اليوم اللي غادي نتكلموا على بالناصر والريال مدريد، وين ترددت أنباء في وسائل إعلام إسبانية عن تجديد اهتمام ريال مدريد بالنجم الجزائري الشاب إسماعيل بن ناصر كواحد من أسماء المدرجة ضمن القائمة المختصرة التي يفضل بينها زين الدين زيدان لتعزيز وسط بديل خط وسط ميدان استراتيجي لعمود الفقري كاسيميرو الموسم المقبل يعني. وكانت صحيفة أس المقربة من بيريز قد انفردت بمعلومات الشهر الماضي تفيد بأن المدرب الفرنسي وجه أنظاره تجاه ابن بلده الأصلي بعد التعثر مفاوضات نقل ذو الأصول الإفريقية إدواردو للتمسك ببقاء صاحب 18 عام في لموسم آخر على الأقل تقدير، وذلك بعد ضمان اللعب في الأدوار التمهيدية المؤهلة لأدوار أبطال أوروبا. وفي الأخير تحدث آخر التحديات، قال الموقع إن متوسط ميدان ميلان انضم بالفعل لقائمة المرشحين للانضمام إلى مشروع زيدان بداية من الموسم المقبل، جانب إلى جنب مع أندريا واللعاب فولهام، مارك روكي لعاب إسبانيول، وجوليان لعاب بلفيكا. هنايا شو كاين ربعة، كاين ثلاثة، كاين بن ناصر ربعة، وين حطوه في اللائحة تاعهم تاع استقدامات، حطوه في اللائحة. خاطش كاين ناس مي تهدر، كاين ناس مي تهدر، يقول لك كيفاش، يقول لك رسميا، لا بين رسميا تتشوفه متصور بالتريكو تاع ريال مدريد، فماك من رسميا ولا ذهاب رسميا، لا حاطين. وحنا انا كي نشوف كيما كان في الموقع، روحوا عندنا لي سيت، الناس راهم شايفين شعمل واحد يقول يرسل لي لي سيت في الفيسبوك، لا نرسل له، نرسلوا الميساج نقولوا شوف كاين لي سيت، كاين المواقع الرسميه تاع ريال، تاع الاداره تاع ريال مدريد، ويش النوم حاطين ربعة عجوانة معهم، ماشي بن ناصر وحده اللي راهي تخدم على بن ناصر، مازال ما حطوش في اللائحة وراهم يخدموا في الخفاء. نقول لكم شكون، مانشستر سيتي راهي بازية بزاف على بن ناصر، بصح ما حطوهش عندهم. بصح بن ناصر كي راهم دايرين بين ربع خيارات في الريال مدريد، وانا واحد من الناس تمنى يروح للريال مدريد. وجاء هذه الأنباء بالتزامن مع تقارير متداولة في البلاد الضباب عن تعاقد فرص زيدان في شراء صفقته المفضلة في وسط الملعب، والإشارة إلى مواطنه يعني الاقتراب من التواصل إلى اتفاق مع مسؤولي مانشستر يونايتد لتمديد عقده. يعني شو كيفاش عنده بزاف لعابة، وين ما عندوش غير كيما نقولوا حنا، ما عندوش غير بن ناصر. الريال انا نتمناه يروح الريال، بصح زعما هو لعاب كبير، بصح باش يروح للريال. زيتوني كان رايح للريال، نهار اللي جا في 58 جا لعب هنا في الجزائر، كملوا معاه ما عاودوش داوه. وين أوضح مصدر إسباني أن بن ناصر أفضل لعاب في بطولة أمم إفريقيا الأخيرة، فرض نفسه على اختيارات زيدان للموسم المقبل بعد ظهوره اللافت مع ميلان تحت قيادة ستيفانو كمشروع لعاب وسط من الطراز العالمي في السنوات القادمة، وهو ما يتماشى إلى حد تطبيق مع سياسة بيريز بعد تضخم أسعار وأجور لاعبين باستهداف الجوهرة نقولوا باللي الجوهرة الجزائرية هي في متناول ريال مدريد. وكان إسماعيل بن ناصر على موعد مع تسجيل تسجيل الهدف تاعو اللي سجلاه ما قبل الأخيرة، المباراة ما قبل الأخيرة، وين نقولوا باللي وتسعى إدارة ميلان لإقناع بن ناصر بتمديد عقده برتب
بشهريه شهريه مليحه، ليس فقط لمكافاته بعد تاثيره الكبير في صحوه ميلان، بل ايضا لقطع الطريق على ريال مدريد وباريس سان جيرمان وبقيه المطامعين في خطفه بتعديل الشرط الجزئي في عده في عقده والمقدر بنحو 50 مليون يورو منذ ضمه الى من ايبولي الصيف الماضي. يعني انا نقول رانا نقول لكم ونعاودوا، ميلو ماهيش لعب، ميلو الاداره ماهمش، نقولها لكم ونعاودها لكم، ميلو ماهيش اداره غبيه، هذه هي ميلو ماهيش اداره غبيه. ميلو تشوف جزء في العقد تاعو حاطين 50 مليون، راهم باغيين يزيدوا ويزيدوا يطلعوا له، يزيدوا يطلعوا له في القيمه تاعه، قيمه السوقيه تاعو تفوت 50، تفوت 50 يعني كون يسيبوا يديروها 80 مليون، خاطش لعاب هذا تاع مستقبل، لعاب تاع مستقبل، عارفين بلي هذا اللعاب غادي يزيد يروح، عارفينو بلي غادي يزيد يروح، ما غاديش يكون لعاب تاع عنده عام عامين وبعد يطفال، لا لعاب اللي غادي يزيد، لعاب بالناصر غادي بالناصر غادي يقعد التاريخ تاع كرة القدم يهدر عليه، عقلوا عليه عشان نحضروا التاريخ تاع كرة القدم، غادي يدخل في اساطير كرة القدم العالمية بالناصر، اللعب تاعو كي تشوفه كيفاش يلعب، كي تستغله مليح، تستغله تسبنه تسبنك وتشوف هذاك يلعب في فريق متوسط ماشي فريق، ماشي التاريخ تاعو، انا على اللعابه، اللعابه نادي فيه لعابه متوسطين، ماشي نقولوا لعابه كيما نقولوا حنايا كل لعاب يمد في البارتي يمد فوق 50، لا حنا نشوفوا بلي بالناصر كيسي، كيسي شوف كي جا بالناصر كيسي وتحسن معاه في الوسط، شتو كيسي كي كان هما لا تحسن مع بالناصر، عطاه حلول، عطاه حلول، شو كيفاش يخدم معاه كيسي وراه يلعب مليح. تروح تقسي اي مثال، تروح تقسي لهنا بلايلي، تقول بلايلي بلايلي ولا يلعب مريح، خاطر شكون اللي كان يلعب معاه؟ كان يلعبه بالناصر، ولا يلعب مريح يزغد يسيب عنده مساحات يسيب يعني، ولا يحل عليه ما يخليش مغبون 90 دقيقه، بلايلي ماشي مغبون، بصح كون بلايلي تجيب له شيتا ولا تجيب له هادي تشوف العجب، بلايلي ما يبانش، بلايلي تولي طالب به باش يخرج، لازم تشوف شكون اللي يخدم في الخفاء، رجل الظل كاع الناس ولا تهدر محرز فلان 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 في غولي قديورة، بصح الراجل تاع الظل، الراجل اللي يخدم ما تشوفش خدمته شكون هو؟ بالناصر، في ليك بالناصر ما تشوف بالناصر، في ميلو الناس تربح الناس تماركي ربعة بصح اللي يخدم لاباس شكون هو؟ بالناصر، تشوف بالناصر لاباس تاع تشوف بالناصر، تشوف لعاب اخر ولا هذه ماشي مجاملة، جا ود بلادنا ولا جا رابد لنا المنتخب، رابد لنا العلم تاع الجزائر، رانا نجاملوا فيه ولا لا لا لا، لعاب لعاب، ها راه ديجا ها راه زيدان يتبع فيه، اي مودريتش، مودريتش تهدر عليه، الناس تهدر عليه، الأساطير تاع كرة القدم نهدروا عليها سي محمد، الناس تهدر، الناس مخلوعة فيه اللعب، لعب حديث، لعب عصري. كي كان يقول لي اش عمل واحد قلت لهم انيستا تشافي، قال لك لا هذوك ما تبقاش تهضر عليهم، يا ودي لا هذوك لعبوا وقتهم لعب عصري تاعهم، بصح اليوم رانا نشوفوا في لعب واحد اخر تاع 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 بالناصر، لعب لعب عصري، لعب كرة قدم حديثة، خط وسط ميدان حديث، ماشي ديروا في بلاصة يقعد في الارتكاز، تسيبوا على الاطراف، تسيبوا يلعب لك ويدير لك توزيعات من جهه اليسرى والجهه اليمنى، تشوفه في الميليو تيرا، تشوفه في لاطاك، وتشوف شوف البنت اللي مركاه، شوف البنت اللي مركاه التالي، شوف شوفوا البنت اللي مركاه التالي، تحسبه بلي يلعب ناف، تحسبوا بلي يلعب ناف، تحسبوا بلي الناف يلعب وصاي، راك تشوف كيفاش لعب هذا مكتمل، ويراه غوارديولا يحتاجه، خاطر غوارديولا في هذيك اللعبه تاعو في وسط الميدان، غوارديولا الهجم صناعه اللعب
تاع مانشستر تبدا من وسط الميدان، وتشوف فريق ريال مدريد صناعه اللعب تاعها فريق من الخلف يحتاجه، لان في الارتكاز يحتاجه فريق. هذه ان شاء الله بربي نكونوا في الصواب. سعيد.